صباح الخير لمشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك، معكم عبد الله بعلبكي ومن خلف الكاميرا زميل محمد الشيخ. هيدا البث المباشر من المنطقة الواقعة ما بين الصويرة في البقاع الغربي ومجد العنجر بالبقاع الأوسط من سوق الأحد. هيدا السوق الشعبي الأضخم بالمنطقة، رح نشوف لقطات مباشرة له بهيدا البث المباشر. إذا معك دولار عزيزي المواطن فريش دولار، فيك تجي على هيدا السوق الشعبي وفيك تشتري، مش ضروري بس يكون معك ليرة لبنانية، يعني قصة الدولار وصلت حتى على هيدا السوق. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. إذا معي دولار بقدر أشتري هون؟ بالدولار لا والله. طيب غيرك قالنا إيه؟ هلا الدولار بالنسبة للدولار صار، يعني هي مش شغلة غلط لأنه عم نسمع كنا آراء متناقضة حول الموضوع، لكن عم بقولوا إذا مثلا أنا معي دولار أو 10 دولار في أدفع هون؟ إيه فيك تدفع العشرة، فيك تدفع الخمسة، بس يعني في قطعة بدولار، في قطعة بخمسة، في قطعة بدولارين، في قطعة بعشرة، في قطعة بعشرين. خلينا نوضح للمشاهدين، التسعير هو على الدولار بس بتاخده لبناني على سعر صرف الدولار الحالي. طبعا غير هيك ما بتوفي. يعني قطعة حقها لنقول دولار، انت عم تحسبها دولار بس بتشوف قديه سعر صرف الدولار بالسوق السوداء شيء اكيد بتاخد من المواطن. طبعا الدولار بيعلو. ايه بتضلك عم بتتابع سعر الدولار قديه او سعر صرف الدولار؟ طبعا كل يوم بيومه. اليوم الاحد بيتغير بذات النهار، ممكن يتغير سعر هلا الصرف. عندك سبت واحد احيانا بينزل شوي وبعدين الاثنين بيقلع. كيف الاسعار هون اذا بدنا نسال؟ يعني هلا هذا مستعمل، هذا بتعده مستعمل، يعني حتى في صوبيا مستعمل، حتى في اراجيل مستعمل، يعني كله بعيد كله السوق. كله في مستعمل، كله سعره الاساسي دولار. ايه بتلاقي في مستعمل، كله السعر الاساسي دولار بس بتاخده لبناني على سعر الصرف الحالي. بالضبط بالضبط. واذا معه المواطن دولار بتاخده منه دولار ابدا. حتى يعني هلا وقت اللي عم تقول له حقها القطعه دولار، عم اقول لك حقها 80,000 او 90,000 او 100,000، عم يغص عم يدور. مع هيك عم نشوف في عدد كبير من المواطنين. طبعا في عدد عالم بتجي تتفرج، بيمرقوا يتفرجوا او يشتروا. بيتفرجوا بيمرقوا بيتفرجوا بيحملوا حالهم وبضلوا طالعين. خلينا نسمع راي اخر. فضل. حضرتك كمان صاحب المحل هون او صاحب محل موجود بهيدا السوق، كيف العالم اليوم عم بالاقبال الناس؟ يعني اذا بدنا نحاول نوصل المشهد للعالم، الناس عم بيشوفوا في عالم او كلهم عم بيشتروا او عم بيشوفوا على الفسطه، عم يشوفوا اذا كان يعني في شيء عجبهم، مثلا في شيء ناقصه البيت بيشتروا، بيدفعوا اوقات دولار اوقات لبناني، اللي معه دولار بيدفع دولار. نعم بناخذ دولار ولبناني، يعني فهمت علي؟ نعم ايه، وحسب يعني كل قطعه لها سعرها. يعني نحن بسوق الاحد بالبقاع، إيه لنوضح بالمنطقه الواقعه ما بين مجد العنجر والصويره والقريبه من المصنع الحدود اللبنانيه السوريه. بالزبط. طيب اليوم العالم عم تتفرج، ليه عم بيحسوا الاسعار غاليه مرتفعه؟ يعني عم نشوف في اشياء مستعمله، اراجيل مستعمله، عم نشوف في قطع كهربائيه مستعمله، يعني بالزبط. حتى الاشياء الخاصه إيه بالغاز. يعني في شيء جديد وفي شيء مستعمل. مين اللي عم بيبيع المستعمل؟ هلا المستعمل في عالم، مثلا انت عندك اغراض بالبيت او اي شخص ثاني مثلا عنده اغراض بالبيت فبده يبيعهم، يعني ما عاد العالم ما عاد عنده قدره انه في شغلات مو لازمه بالبيت، فهمت علي؟ نعم. فبيبيعها بيقول لك بشتري شيء ثاني، بشتري خضره للبيت، بشتري انه مواد ثانيه، يعني في مواد اوليه. متى حسيت بلش العالم، بلشت العالم تبيع اغراض بيتها؟ يعني باي فتره اكثر؟ هالازمه هي الازمه اللي صارت، هي الازمه الاقتصاديه، طلعت الدولار من لما كان مثلا 30 40 وهالفتره هي كلها بلشت العالم تبيع تبيع مضبوطه يعني. نعم ايه، يعني قد ما فيها تخلص، مثلا فرن كهرباء يبيعه ما عاد بدي اياه خلص، ببيعه كرمال انه جيب شيء ثاني شيء اهم. فهمت علي؟ والناس اللي عم تشتري، عم تشتري هالقطع وعم بتفضل اشياء اخرى، يعني عم بتفضل الخضار الفواكه الاكل مثلا؟ لا لا لا، في عالم تشتري لانه ما فيها تقدر، ما في على الجديد، فهمت علي؟ الجديد يعني ما العالم بيفرق السعر بين الجديد والمستعمل، يعني تقريبا النص. طب خلينا ناخذ فكره مثلا عن الاسعار، يعني مثلا انا اذا بدي اشتري هاي اللي خاصه بالغاز الموجود بالبيت اللي فوق اللي بتنحط فوق، قد ايه حقها مستعمله؟ مثلا عندك المستعمله معك من ال 100 وطلوع 100,000. ايه اوكي. بالجديد شيء 300 وطلوع، هي قلت السعر تقريبا 30% من السعر او 33%. يعني مثلا عندك الارجيله المستعمله، الارجيله المستعمله عندنا 300 كامله بتاخذها، ما اصبت معك مثل جديده قد ايه حتفرق؟ مثل جديده 35 دولار، انا سمته وانا زلمه بارجل، يعني سمته من المحل 35 دولار. نظافة القطع المستعملة كيف يعني بتختبر نظافتها؟ يعني او قد ايه صالحة للاستعمال؟ هي مثل ارجيلة، شايف الزبون قدامه مبين، يعني مثل هي 400,000 ارجيلة نظيفة لساتها جديدة. 400,000 ولا ممكن يلاقي ارجيلة جديدة بأكثر. بالضبط بالضبط. اي بعدها نظيفة تطلع، يعني بعدها يعني
مرق فيها مرتين ثلاثه وصاحبه ما عجبته اشترى واحد نحاس وخلص باع لهي الجيل الثاني كمان بزيت السعر. ايه في 300 هون عندك 300 هون. ايه في هاي نحاس طلع هاي نحاس 300 نحاس خفيف يعني. نعم. نحاس الثقيل بتجي. طيب وصوبيا بما انه عم بيقولوا انه في عاصفه قريبه ستضرب البلاد وحترجع الاجواء البارده وهيدا نقلناه امبارح ببث مباشر لصالح صوت بيروت، صوبيا المستعمله قد ايه صارت بتكلف المواطن اليوم؟ صوبيا اللي على المازوت ب 800 مليون مليون وشوي يعني اقصى حد انظف وحده مليون ونص. انظف وحده. انظف وحده، اليوم المستعمله الحطب مليون ونص وطلوع بتحكي فيها، ما في شيء تحت المليون ونص. يعني اللي عند في اقبال على شراء هالصوبيا المستعمله يعني هالالات التدفئه المستعمله. ايه في ناس عم تشتري. في عالم تشتري. ايه في عالم عندها قدره تجيب مازوت، عندها اولاد صغار ما فيها على الحطب يعني. نعم. لان عالم صارت متواصله تحرق احذيه ثياب كرمال انه بس تدفي اولادها. نعم. في عالم ما عنده قدره تشتري مازوت بتشتري حطب. ايه وفي عالم عنده مثلا اولاد بيقول لك لا بشتري مازوت اهول من الحطب يعني. نعم. احسن ما نفوت بقصص مرض وكذا والى غيره. نعم. ايه شكرا كثير لك يعطيك الف عافيه. مشاهدينا الكرام رح نتابع معكم نقل المشهد من سوق الاحد الشعبي في المنطقه الواقعه ما بين مجد العنجر والصويري بالقرب من المصنع الحدود اللبنانيه السوريه. هذا السوق الاضخم اللي بيفتح ابوابه بس نهار الاحد كل اسبوع. خضره غاليه معلم. خضره غاليه بس بعدها بالليره اللبنانيه. رح نتابع نقل المشهد من منطقة الصويري ومجد العنجر في البقاع الغربي والأوسط. هيدا المشهد عم نشوفه مباشرة أمامنا. في تواجد لعدد من المواطنين لكن حسب آراء أصحاب العربات الغالبية عم بيشوفوا الأسعار مع انها اقل عم بتكون من اسعار اللي عم بيلاحظوها بالمحلات الجديده او المحلات العاديه، فعم بيستغربوا الاسعار وما عم بيشتروا. منذكر هيدا البث المباشر من البقاع سوق الاحد ما بين الصويري ومجد العنجر بالقرب من المصنع. يعني كل انواع البضائع من الثياب الاحذيه الالات الكهربائيه. احلى سوق كلها عم تنباع بهيدا السوق. يعني مشاهدينا الكرام اذا معكم فريش دولار فيكم تجوا وتشتروا من هون، مش ضروري تكون العملة الوحيدة المقبولة بهيدا السوق هي ليرة لبنانية مثل ما كان يصير بالشهور السابقة. بالنقطة اللي موجود فيها أنا مع زميل محمد الشيخ الإقبال قليل. الإقبال قليل بينما بالعربات الأخرى اللي بتبيع الخضار والفواكه رح نلاحظ سويا أنه الإقبال أعلى بكثير. حتى هون أمامنا عم نشوف المشهد العام. ما في حدا بهيدا السوق بهيدا النقطة بالذات، إنما بالنقاط الأخرى لأنه السوق ضخم وكبير عم نلاحظ في عدد أكبر. يعني الناس عم تتجه نحو الأساسيات غالبا. هيدي اللقطات المباشرة من سوق الأحد الواقع في المنطقة ما بين الصويري ومجد العنجر ما بين البقاعين الأوسط والغربي بالقرب من المصنع.
حيث توجد الحدود اللبنانية السورية. عم نشوف هيدي اللقطات المباشرة من سوق الأحد الأضخم. هون عم نبلش نشوف عدد أكبر من المارة. عم نشوف الإقبال أكبر بهيدي النقطة. عم نتابع نقل المشهد. يعني الليرة اللبنانية تقبل في هذا السوق إضافة إلى الدولار الأمريكي. هون أكيد رح نلاحظ وجود إقبال أكثر لأنه هون الفواكه والخضار عم تباع على هيدا العربات. عم نشوف سويا عم نتابع نقل المشهد من سوق الأحد في البقاع. عم نشوف المشهد. تاخد دولار؟ تاخد دولار؟ بس لبناني لأنه خضرة. عدمتك طلع فيه، حط عينك بعيني لشوف. ما بتاخد دولار؟ لأنه خضار وفواكه. بس ليرة لبنانية بتاخد، بس ليرة لبنانية. طيب خلينا نقرب شوي لنشوف كيف الإقبال. الإقبال عندك أكثر من الإقبال على العربات الأخرى اللي عم تنبيع فيها الآلات الكهربائية، لأنه في خضرة. في خضرة هلا هون، بس بنبيع خضرة بنبيع كهربائية. عم تنبيع كل الخضرة عندك؟ قليل حسب، ما بتغلي بتبيع بسوق. بيبقى في كمية آخر النهار؟ في كميات في كل السوق. هلا البضاعة بترخص، بيصير العالم بتكتر وهي، بس يعني البضاعة بيجيبوها. إذا معكم ليرة لبنانية تعوا لعنده. الدولار يا أخي ما بينحزل عليه. كل اليوم سعر. لما بياخذ سوري بالسوق؟ أو ب30، سوري لا. يعني بس الليرة اللبنانية متاح. نعم، شكرا لك مشاهدينا، رح نكمل معكم نقل المشهد. شكل الموز 30,000. ما بتاخذ دولار؟ ايش تساوي الدولار؟ اخذت بابا. لا، ما هي بالليرة اللبنانية بعد كل الخضار والفواكه. شكرا كثير لك. إذا عربات الخضرة والفواكه بتاخذ بس ليرة لبنانية، بقية العربات بتاخذ دولار أمريكي إضافة إلى الليرة اللبنانية. طبعا الليرة، الغلا كبير. غلا كثير، إيه معلوم غلا كثير، بدك أكثر من هيك. مع إنه حضرتك موجود بالسوق الأرخص تقريبا بالبقاع. لا، يسمى الله. كيلو البصل ب 65,000 لك يا عمي، وين صارت هيدي؟ كيلو الثوم ب 100 140,000، هي الله بيقول هيك، البندورة ب 50. نعم. إيه. الحمد لله. معك دولار او لبناني عم؟ لا، معي لبناني، نين ما نجيب الدولار. الله يساعدنا ويساعد الدولار. شكرا كثير لك. منذكر هيدا البث المباشر من البقاع. هون أكثر نقطة فيها إقبال شعبي لأنه عربات الخضرة والفواكه موجودة، بينما العربات الأخرى الإقبال عليها أقل بكثير. هيدا البث المباشر من البقاع للتذكير مشاهدينا الكرام، إذا معكم دولار أمريكي فيكم تجوا على هيدا السوق وتشتروا، مش ضروري يعني بس يكون معكم ليرة لبنانية. هيدا الواقع مكان نفسه موجود أو ملاحظ منذ شهور قليلة في نفس النقطة أو على نفس النقطة الجغرافية، حيث أقف أنا وزميلي محمد الشيخ ما بين مسجد العنجر والصويري. تاخد دولار او بس ليره لبنانيه؟ كل شيء ناخذ لبناني ودولار على سعر الصرف. لاحظين او لاحظنا هلا انا وزميلي انه
عدد اكبر من العربات صاروا عم ياخذوا دولار عن قبل، قبل كانوا لا ما ياخذوا كثير دولار. بس ينزل العالم كلها بتتعامل فيه، بس يطلع بتخاف العالم. كيف الاسعار عندك اليوم؟ سعر الدولار، سعر الصرف. بتحسبهم اسعار. ايه كيف لك ايه؟ سعر الصرف. شيء اسهل لك من قبل يعني؟ ايه كيف لك اسهل. وين الزبائن؟ مش شايفين زبائن عندك. مش وضع اقتصادي صعب. ما العالم بتنكت البنزين مليون ونص. على امل تتحسن الاوضاع. شكرا كثير لك، شكرا كثير لك. ما قدرانين نشتري من الاسعار قد ما انا غالي. اسعار غالية. كثير غالية اي والله. خصي ب 30,000 يا عمي واجد. كل شيء غالي، ربطة الخبز. زين تشتروا الخضار والفواكه او البقية. بندور وخيار. بصل، ثوم. فينا نشتري فواكه احنا يعني. اسعار ارتفعت الاحد عن الاحد الماضي يعني. ارتفع صار شهرين مرتفع. الى شهرين يعني. ايه اسعار غالي كثير بعد. خصوصا البصل والثوم. البصل. انا سنتين بالسوق ما قدرت اشتري شيء هسه من الغلا، غلا كثير يعني ما فينا ناكل شيء. البصل والثوم 150. ويا بيبيع خصي ب 50,000 عنده. الله يستر. والله يسترنا يا عمي برمضان جاي رمضان كمان. يعني شغله بهدله. كيف بدنا ناكل من الغلا. نعم شكرا كثير لكم ويعطيكم العافيه. رح نطلع لبرا لنفرجيكم السوق، السوق العام او السوق الشعبي، سوق الاحد بما يعرف بسوق الاحد من الخارج لتشوفوا الاقبال العام من برا. طبعا هيدا السوق مساحته ضخمه. هيدا البث المباشر من البقاع ما بين البقاعين الأوسط والغربي بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، ويعد من أكبر الأسواق الشعبية إضافة إلى سوق الاثنين الواقع في المرج، سوق الخميس الواقع في قب الياس، وسوق شعبي آخر واقع في تعلبية. شكرا لجميع المشاهدين على المتابعة الدائمة لنا وعلى التفاعل المستمر من المنطقة الواقعة ما بين البقاعين الأوسط والغربي من سوق الأحد. كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ.